وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية. الحالة اللي عندنا النهاردة للطفل حسن محمد. حسن عنده 5 سنين، هو من العريش، إنه وصل لسن 5 شهور ولا ينمو، وإن كمان لونه بيتغير إلى اللون الأصفر والأخضر. لفوا بالولد للدكاترة كتير، ومرة حد يقول لهم ده عنده التهاب في الكبد، وحد يقول لهم ده عنده صرع تقلصي. الدكاترة ادوا للولد علاج كتير جدا، وللأسف الشديد لم يتحسن، بل بالعكس حالته كانت بتسوء، وكانت بتحصل له حالات إغماءات وتشنجات، وكمان الولد لا يستطيع الكلام إلا من 2 سنين فقط، وحاليا الولد ما بيمشيش، وكان التشخيص الأخير إنه عنده ضمور في مركز الحركة في المخ ومحتاج عملية. بعدها الولد إن شاء الله يقدر يمشي ويبقى طبيعي. أرجو إن احنا نقدر نساعده عشان يرجع يبقى طبيعي زيه زي باقي الأطفال. تعالوا نشوف الحلقة. حسن ولدت وانا كنت حامل في توأم، وجيت ان انا ولدت في اخر يوم في 8. جي ابني التاني توفى، وفي الولد ده هو اللي فضل، واتضحنا بعد كده ان العيل ما بيسكتش، على طول عياط. وديناه لدكتور كبد، قال عنده التهاب في الكبد. وديناه بعد دكتور الكبد، قال ان هو محتاج يروح دكتور مخ واعصاب. وديناه لدكتور مخ واعصاب، قال ان هو عنده صرع تقلصي ممكن يسبب تخلف. طبعا احنا مشينا وسيبنا معاه في العلاج، والدكتور كنا كل ما نروح له يقول هيمشي هيمشي هيمشي، فطبعا ما كانش في اي نتيجه، ان العيل ما بيمشيش. فاحنا دلوقتي رحنا للدكتور، والدكتور قال لنا ان هو محتاج عمليتين. اول عمليه بتبقى عباره عن حقن بوتكس وعمل جباير في رجليه. العملية الأولى دي بتتكلف 16,000 جنيه، فايدتها ان هو يعرف ان هو مثلا لما يجي يعمل علاج طبيعي بتقلل شوية التعب في العلاج الطبيعي. لما يجي يعمل علاج طبيعي ما رجله، طبعا هو رجله مشدودة، فدي بتقلل ان هو ايه ما يتعبش في العلاج الطبيعي، وتساعده بعد كده على المشي. وفي عملية تانية ب40,000، العملية دي إطالة أوتار، وطبعا في العمود الفقري او في العمود الفقري يعملوا له يقللوا له التيبس شويه اللي في رجليه. فانا نفسي ان انا بتمنى ان ابني يعمل العمليه ويبقى كويس ويمشي على رجليه، واشوفه زي اي طفل، اشوفه يلعب مع اخواته دايما، على طول في الارض قاعد، في البيت قاعد، فمفيش حتى قعاد يجي يقعد ان هو يميل. فانا نفسي، بس بتمنى ان هو حسن يعمل العمليه ويبقى كويس.